قناه لا بريسيون هي قناه كوميديا ساخره يعني تتفاعل مع الاحداث التي تجري في يعني في الواقع المغربي المعاش يعني سواء احداث سياسيه او اجتماعيه او فنيه او رياضيه دائما كنكونوا حنا لنا وجهه نظر اخرى يعني بعيده على وجهه النظر التي يعني يعرفها الجميع. حنا دائما كنمشيو لشي حاجه ديكالي شي شويه يعني نرى الاحداث بطريقتنا ونعبر عنها بطريقتنا دائما بطابع ساخر. كاينه ناس ديال الاعلام دايرين خدمتهم ولكن كاين في المحتوى الرقمي كاين هناك فراغ في المحتوى لانه طغى عليه واحد الجانب ديال يعني الاسترزاق ما يسمى بالاسترزاق لان يوتيوب فيه الفلوس خصني نخدم في اليوتيوب. دونك حنا حاولنا اننا نديروا واحد المشروع للهدف ديالو ماشي الاسترزاق ولكن لاعطاء يعني لمحاربه هذه الرداءه واعطاء منتوج عنده جوده يعني بامكانيات اللي ذاتيه. غنفتحوا واحد الكاستينغ للمواهب الشابه في المجال ديال الكوميديا طبعا باش اول حاجه نكتشفوا المواهب ديالهم ويتاثروا من اجل انهم يعني يفرضوا ذاتهم في يعني في الساحه الفنيه والكوميديا. مساهمتي في الفريق هو كرسام كاريكاتير يعني انا مسؤول على الهويه البصريه ديال المحتويات لي زافيش لي كوفر الشخصيات كنصممها يعني باش كتستعمل وتستثمر في المستوى الجانب الجرافيكي يكون محتوى. اول الحقيقه الفلسفه ديال المشروع هو انه استثمر في داك المشترك المغربي اللي هو التفاعل مع القضايا والاحداث بالسخريه. هذا المشترك استثمرنا فيه وكان واحد الخصاص لمستوى الانترنت رضا يتضاعف يوم عن يوم يعني الحمد لله نحن نشتغل بعفوية وكل يشتغل من موقعه. الحمد لله احنا لقينا طريق وسنواصل. تجربتي مع قناة لا بريسيون بدأت دابا واحد الشهر، تجربة زوينة اللي عطتني واحد الفرصة انني نبين على الموهبة ديالي باش نوصلها للجمهور المغربي. كونطوار هي واحد السلسلة اللي كوميديا ساخرة كنحاولوا نطرقوا فيها واحد المواضيع اللي كنعيشوها تقريبا كل نهار، يعني كل نهار لا انا ولا الاب ديالي ولا الاب ديالك كيمشي لواحد الوكالة او اجونس انه يقضي واحد السيرفيس، فكيطراو واحد المواقف اللي كنحاولوا حنا ديك المواقف نحطوها بسخرية ونعالجوها بطريقة كوميدية ونوصلوا ميساج بطريقة سخرية. كنبغي نشكر الجريدة ديالكم هيسبريس على التغطية وشكرا وتحية للجمهور المغربي وحنا قادمين إن شاء الله في حلقة جديدة.